بالأمس أزعنا شكوى بخصوص صدور قرار إزالة بلا مبرر لجزيرة الروبي بمركز نقادة بقنا، جزيرة أعدها الشباب وحولوها من مكان مهجور إلى مكان سياحي رائع على مساحة حوالي 4 قراريط. الحقيقة النهاردة كلمني دكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وقال يعني أنه احنا تابعنا المشكلة وأنه السيد المحافظ يعني أمر ببحث هذه المشكلة فورا واتخاذ القرار المناسب. والحقيقة وجدت تعاطف كبير جدا من الدكتور حازم عمر وقال الموضوع يعني احنا ناقشنا الجماعة اللي كانوا أو الإدارة المعنية بمياه نهر النيل اللي كانت واخدة قرار يعني إنهاء هذه الجزيرة، وقلنا لهم يعني لو في قالوا إن احنا متخوفين من زيادات المية، قالوا لا لو في متخوفين جزيرة قاعدة ليها فترة طويلة ما حصلش حاجة يعني، فليبقى الشباب في مكانه ويشتغلوا فيه. وقال لي بكرة هنعمل اجتماع خصيصا لهذا الغرض واحنا بنشجع الشباب وده مكان جميل ومكان محترم. انا بشكر صحيح السيد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا وبشكر ايضا دكتور حازم عمر نائب المحافظ على هذه الخطوة، وفعلا يعني انتم الان رديتم الروح لمجموعة من الشباب يعني عملوا حاجة كويسة وكل الناس بتروح وشايفة فيها متنفس ليها في منطقة مركز نخادة. وصلتنا أيضا شكوى بخصوص توصيل الغاز الطبيعي إلى وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار مرتفعة جدا، وخاصة ساكني هذه الوحدات من محدود الدخل. المتضررون بيطالبوا هيئة المجتمعات العمرانية بتخفيض رسوم توصيل الغاز وعدم تحملهم تكلفة البنية التحتية لتوصيل هذا المرفأ. في مقطع فيديو متداول لشاب معوق بالدقهلية تم الاعتداء عليه من أحد الأشخاص بطريقة غير آدمية رغم يعني أنه من متحدي الإعاقة ولا يستطيع الحركة العادية. المجني عليه بيعمل سائق توك توك رغم ظروفه الصحية، وواضح بالفيديو أنه كان في شخص راكب معاه وبعد كده نزل من التوك توك وقام بالاعتداء عليه وضربه وأسقطه على الأرض. احنا بنرفع هذا الفيديو لوزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية.